مرحبا بالناس الكل، انا منى بريدي من اذاعه تونس الثقافيه. اليوم في الوقت هذا بالذات من 6 ل 8 حتى لحد 29 ماي كنت في اذاعه السباقس باش نحتفلوا على طريقه جديده. هي في الحقيقه انفتاح اكثر على الاعلام الجهوي، اذاعه تونس الثقافيه تذهب الى الجهات بما فيهم يعني اذاعه السباقس حتى يعني نفتحوا مجال للحوار يكون مفتوح للناس الكل، المفكرين المبدعين الجهات باش ما تقتصرش على المركزيه. وكانت هذه في الحقيقه هي مواصله لندوه كانت بداتها اذاعه تونس الثقافيه في دار الثقافه بن خلدون اللي طرحت اي دور الاعلام الثقافي اليوم بعد الثوره، وفتحنا المجال اكثر وانتقلنا الى الجهات باش نحطوا في هذا الموضوع، واستضفنا مجموعه من مثقفين ومبدعي صفاقس وايضا حتى الاقليم، ما نقولش صفاقس برك، باش نتحطوا دور المثقف دور الاعلامي. وربما يعني كانت هذه فقط خطوه اولى في انفتاح اذاعتنا الثقافيه على محيطها العام يعني والشمولي، باش تنظر ربما في افاقها كيفاش تقدم روحها، كيفاش توصل لمستمعيها، كيفاش توصل الماده الثقافيه للناس، كيفاش تخلي الثقافه بمتناول الناس الكل. بعد الثوره اذاعه تونس الثقافيه ان شاء الله تكون اكثر جراه، اكثر عمق في الطرح، اكثر اختصاص، وتكون توصل للناس الكل، وتكون الماده الثقافيه سهله وفي المتناول، وايضا تقدم ماده مفيده للناس الكل باش نثقف الناس، ولكن ليس بالصفه المتعاليه ولكن بصفه المشاركه، تشارك الناس ثقافتها.